نبدأ مباراة الهلال وأبها. الهلال يحط يعني دائما الهلال النادي يسوي اللي عليه، صحيح. واليوم الهلاليين مركزين، عندهم شغلة احنا بنخلصها ونترك الأمور الباقية تمشي بكيفها. وخلص مباراة أمام أبها اللي كانت مباراة يعني كان متوقع أنها تكون صعبة على الهلال على اعتبار ضغط المباريات الأخيرة اللي صارت وعلى التمديد وعلى الإصابات لكن الهلال خلص أموره بذراعه. خلينا نشوف تقرير المباراة.